حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، البرنامج اللي نوجد حتى نسمع بآرائكم، نسمع باتصالاتكم، أصواتكم، وتقولون باللي تردوه، تردون تناشدون أحد ناشده، تردون تنتقدون شيء انتقدوا، وتردون تعلقون على الموضوع اللي احنا اختاريناه. يسعدنا أنه نسمع انتقاداتكم وأصواتكم ونسمع آرائكم حول هذا الموضوع. موضوع اليوم هو مو بعيد عن الفساد، انعدام الأمن بالعراق، محافظة التأميم تحديدا. قبل قليل انفجارين بمنطقتين محافظة التأميم، انقتلوا بيها ما بين 10 ما بين مقتل ومصاب. يعني إلى متى سيبقى الحال بالعراق إلى هذا الحال؟ تابعونا بعد الفاصل. إلى المرجعية، وليزعل البعض مني، المرجعية الأموال اللي موجودة عند المرجعية والإيرادات اللي موجودة، وحياتك ما يبقى يتيم بالعراق ولا يبقى فقير. الشهيد العراقي اللي ضحى بنفسه وعمره وعائلته وأولاده وأمه وأبوه، وبالتالي يدفن في مساحة جغرافية قيمتها متر ونص، يأخذون من عنده فلوس القبر، وين المرجعية؟ أنا مو فقير، أنا أب الدنيا، أنا عمري 8000 سنة، أنا العراق. الحادث الاغتيال سواء كان مدبر أو غير مدبر أو عن طريق الصدفة أنا لا أعلم، والجهة اللي منتمية أو الجهة المدبرة لهذا الأمر أنا أعتقد هي تريد العبث في أمن العراق وأمن البصرة خصوصا. السيارات كانت هي من الدفع الرباعي، شفت 4 أشخاص بالسيارة الأولى على اليمين وبعض الأشخاص على اليسار، بس إن شاء الله أقوم وأعمل بنفس الآلية وبنفس الصوت العراقي. وأنا أوصيهم وأبلغهم برسالة، إن لم يطولكم القضاء أقصد الفاسدين حصرا فقط، تصوروا أن قضاء الله هو العادل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، لسماع أصواتكم يشرفنا أن نسمعها على أرقام الهواتف اللي راح تظهر أسفل الشاشة، وأيضا أكو برنامج الواتساب، أي شخص يريد يدز رسالة يرسل لنا رسالة على رقم الواتساب اللي راح يظهر أسفل الشاشة، أيضا نقرأ الرسالة إن شاء الله في ضمن وقت الحلقة. وأحب أنوه إلى أنه برنامج الواتساب ما أقدر أستقبل عليه أي اتصال، الاتصالات في أرقام الاتصالات حصرا، الرسائل عن طريق الواتساب، فأي شخص ما يقدر يتصل يكتب لنا رسالة ويا ريت اسمه ومن وين حتى نقدر نقراها. محافظة التأميم تحديدا مدينة كركوك صار بها انفجارين، عبوتين ناسفة داخل كوسترين بمنطقتين منفصلات، واحدة براس الجسر واللخ بمنطقة ساحة الاحتفالات بمدينة كركوك. قبل ما نبدأ حلقة خلينا نعرف شنو اللي صار بالمدينة. مثل ما شاهدتوا سيارة للنقل العام نوع كوستر انفجرت بها عبوة ناسفة وأدت إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص. السؤال اللي ينطرح هنا، منو الجهة اللي دا توقف وراء هاي التفجيرات؟ يعني إذا نسترجع الأمور إلى الوراء، في كل تفجير يصير بالعراق أكو أشخاص تقول إنه أكو سيارات دفع رباعي بدون أرقام، اكو انفجارات ناس قالوا لا اكو سيارات دفع رباعي وبنصها اشخاص يرتدون زي الرسمي، هم اللي دا يحطون هاي العبوات. السؤال اللي اريد اطرحه هنا، حيدر العبادي لما طلع بيان النصر اللي سمى ائتلافه عليه
وقال انه احنا قضينا على تنظيم الدولة، وتطلع خلية الاعلام الحربي تقول انه هذا عمل ارهابي من جهة معلومة يقصدون بها تنظيم الدولة. زين انت بيانك اللي طلعت بيها حيدر العبادي على ما انتصرت، شو ذاك البيان قلت قضينا على تنظيم الدولة وطوينا الصفحة وسأجينا إلى صفحة الإعمار والبناء وإعادة النازحين، هاي المطالب الرنانة اللي كل شيء ما صار من عندها وما تحقق من عندها شيء ولا واحد قدر ياخذ من عندكم لا حق ولا باطل. وراها تصير تفجيرات متكررة وكل فترة نسمع أنه تنظيم الدولة إلى خلايا نائمة بدأت تنشط وتنظيم الدولة بدأ ينشط و و و و و شنو الوضع؟ زين الشرطة وين؟ الأمن وين؟ الجهاز الاستخبارات وين؟ هاي العبوة شلون صعدت للكوستار؟ شلون طلعت من أجهزة الكشف عن عبوات الناسفة والأسلحة؟ هاي أسئلة كلها يراد لها إجابة. يعني يا ريت يا ريت لو يطلع مسؤول يبرد قلوب الناس ويقولهم هاي الانفجارات من اللي واقف وراها؟ شو صار تفجير الكرادة وما حد افتهم وطمست القضية ونست؟ بس اللي راح له راح لعزيز بذاك التفجير قام يذكره كل سنة اللي عنده عزيز رايح له، وصارت تفجيرات أخرى بالعاصمة ونست، صارت تفجيرات بمحافظات الأخ ونست، وكركوك هذا مو أول تفجير هذا الشهر، يعني يمكن هذا الثاني أو أي ثاني، يمكن قبل فترة أو قبل شهر صار أكو تفجير. هاي التفجيرات كلها تصير ليش؟ وتحديدا ليش كركوك؟ همين أكو حسبة سياسية، أكو ناس دا تصارع على شيء معين، منصب، فلوس، أموال، نفط، على شنو؟ زين الكوستر منو بي؟ ناس دا تتنقل، ناس طالعة من بيتها أو راجعة لبيتها وراكبة هالكوستر من مكان إلى مكان. من تفجر هذا الكوستر منو راح يتأذى؟ مو أهلنا اللي هناك؟ اللي مات لميت واللي تصوب لمصاب، دولة مو أهلنا؟ الحكومة ما تفكر إنه دولة أهل العراق؟ إنه دولة وأولادهم هم عمود العراق؟ يعني عبوتين هم يعني مو وحدة، سيارتين. أتوقع الأمر أكثر من 10، لأن سيارة مغلقة تصير فرن على الناس اللي بيها. هاي التفجيرات من وراها نريد نحكي بهذا الموضوع، ومن اللي دي يعبرها؟ أتصور يعني الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بكل وزير يجي، ما نعرف هذا الجديد ايش راح يسوي. احنا الوضع مستتب عندنا واحنا مسيطرين واحنا قواتنا يعني تقدر تسيطر على الامر، لا سيطرتوا على الاغتيالات بالبرومو الشيخ عامل ببزون هذا اخر وحدة البارحة، ولا سيطرتوا على التفجيرات وتفجيرات كركوك اليوم اخر شيء، ولا سيطرتوا على الانفلات الامني اللي دا يصير بالعراق. بكل منطقة أكو تفجير وبكل محافظة أكو مصيبة وبكل بيت أكو مصاب وبكل شارع أكو عصابة. زين أنتوا يا القوات الأمنية ولا الحشد ولا الجيش ولا أي جهة، أي جهة مسوية سيطرة وناصبة سيطرة على أساس هي دا تحمي الناس، شغلكم شنو؟ وكركوك هذا الخط اللي يمشي به الكوستر كم سيطرة عبر؟ وكم مرة تفتش؟ لا الكلاب البوليسية اللي اشترتها الشرطة أو القوات الأمنية فادت، ولا الأجهزة فادت، ولا غيرها فادت، وما رايح بيها إلا ابن العراق، ما واقع بيها إلا العراقي مواطن. يعني من واحد راكب كوستر يعني الله يعينه فقير تلقيه راجع من شغله تعبان هتيان يريد يرجع البيت ياكل لقمه وطقت له عبوه بصفه،
ما فكرت هذا شنو تبعاته، ايش راح يصير بي، نفسيته شلون؟ عندنا اتصال. ام ازهار من بغداد، حياك الله يا ام ازهار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حييك وحيي هاي القناه العظيمه وعامليه. حياك الله. كل زين نعرف من 2003 الى هذا اليوم. نعم. خشت لنا اصابات من ايران وامريكا واسرائيل، والاصابات اللي خشوا جهات كلها خاليه من الضمير والاحساس. فاحنا لما نقول من بده يفجر، هم بيناتهم السياسيين المتنفذين يتعاركون على الكراسي ويصير خلافات بيناتهم، يبدون كل واحد حزبه ويضرب مدينه الجهه المعنيه، مثل كركوك او البصره او بغداد او اي مكان، لان هم ضمائرهم ميته، ما عندهم اي شيء. واذا نقول اكو امن ما عندنا امن، واذا نقول اكو حشد فهو حشد ايراني، واذا نقول اكو عمايم فهم اهل العمايم، هم اهل البلاء وهم المنفذين لهي البلاء اللي موجود عندنا، بالإضافة إلى دعم السياسيين الموجودين والحفالات اللي إجت لنا من إيران. فالأمن ما راح يستجد بالعراق طول ما هذول موجودين، وطول ما أكو جهات معينة من بلدان مجاورة إيران السوء، وبعض البلدان السعودية وغيرها وغيرها، كلهم هسه التموا على العراق، كلهم التموا. كل الاحشاء اللي كانوا عندهم عداء ويا العراق صار لقمه فقيره وقاموا ياكلون بيها. فيعني ايش نتوقع؟ احنا نطلب بس من رب العالمين، نطلب بس من رب العالمين ان يوحد قلوب الناس والمسلمين، والدعاء المستمر على هذول الحفالات اللي اجت لنا واللي قاعد تضرب، وهم ما همهم، لان اولادهم برا ونسائهم برا، وهم هنا محميين من الحشد اللي مالتهم ما خلوه. فاحنا نطلب من رب العالمين هو يحمينا، هو رب العالمين راح يحمي هذا الاسلام اذا اكو اسلام مصدق، واذا اكو ناس ذره احساس شويه تقاوم لهذا البلد وتساعده. وانا اشكرك. شكرا شكرا لك ام ازهار. عندنا حيدر من دياله، حياك الله. ابو حيدر من دياله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ابو حيدر. نعم. تفضل تفضل. استاذي العزيز، في اي دوله من العالم خاصه من الدول الاسلاميه، اذا حدث فساد او حدث ظلم او حدث قتل، رجل الدين هو اللي يدخل يفتي بعلاج السرطان الموجود من الفساد، بعلاج العصابات، بعلاج الفاسدين. والمصيبه احنا بالعراق عكس دين محمد. من افتى ببدايه دخول الامريكان؟ من هو الافتى بالسماح للامريكان بالدخول؟ القران يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء لكم. لا. المرجعيه من اعطت فتوى عدم التعرض للقوات الاجنبيه لاحتلال العراق، هذا واحد. نعم. حاليا بهذا الوقت، قلت لك سابقا بالخمسينات انا اتذكر اللي يسرق صدقني رجل الدين هو اللي يفتي بعاقبته، ولكن المعمم رجل الدين هو هسه حاليا بده يسرق. رجل الدين يصعد بسياره رباعيه واربع خمس سيارات وراء حمايه ويقطعون الطريق. هل كان هذا اخلاق عن النبي طالب عليه السلام؟ القران يقول محمد سيد الكائنات، بسم الله الرحمن، محمد يمشي بالاسواق وياكل الطعام وبدون حمايه. والان رجل الدين حمايه، ومن يسرق باي سيطره باي مكان يقول انا عندي تزكيه من المرجعيه. انا لله وانا اليه راجعون. وشكرا لكم. شكرا شكرا لك ابو حيدر. قبل ما نكفي كلامنا بالحلقه مال اليوم، ذكرت اكو انفجار صار بمحافظه التاميم، تحديدا مدينه كركوك، قبل شهر، يعني
مدة زمنية لا ما تزيد عن الشهر. خلونا نشوف شنو اللي صار وكاميرات المراقبة بذاك الوقت شنو اللي نشرته. أتصور الجميع شافه، خلونا نتابع سوى. سيارة دفع رباعي مظللة ينزل بها واحد مرتاح ما خايف، ما داير بال انه اكو كاميرا مراقبه لو لا، ما داير بال انه اكو شرطي لو لا، ما داير بال انه الناس تشوفه لو لا، نزل شيء على اقل من مهله، قاعد براحته ونزل وحط على الرصيف وسد الباب وراح. حرك اخونا بالله ياته، حرك وطلع. او يجوز هاي كاميرا ثانيه دا تبين لنا، هاي كاميرا ثانيه دا تبين لنا اللي صار بذاك اليوم. مثل ما تلاحظون السيارة حديثة، يعني الجميع يعلم هاي السيارات منو يركبها أو شنو اللي يركبوها. زين الكاميرات المراقبة من طلعت هذا الفيديو إلى شخص ينزل بوضح النهار، هاي العلاقة اللي خلاها بالقاع. زين يعني ماكو خوف. هسا شخص لما نريد يسوي له مصيبة مرتبك خايف لو واحد يبلغ عنه، يعني براحته قاعد دا ينزل كأنما دا ينزل صندوق مال خضرة طاب بيتهم وحطه بطريقة أنه خاف ينفتح الكيس يبين لا عدله يلا طلع. هذا الكيس اللي خلاه هذا انفجر، هذا عبوة. السؤال هنا الشرطة اللي بمحافظة التأميم، مجلس النواب، السياسيين اللي بيه، عادل عبد المهدي وقيادة الأمنية وإدارة الحشد وكلها، شنو كان رأيهم بهذا الموضوع؟ شنو قالوا؟ يعني هاي قبل شهر مو تفجير اليوم. زي أنت ما حطيتها بنص الشارع، يعني أنا السؤال اللي هنا نفكر بيه، ما حطيتها بنص الشارع المن فجرت؟ المن أذيت؟ يعني أنا أرد أسأل هذا اللي حط العبوة ونزلها وطلع، عقلك هذا لما أنت سويت هالعبوة حطيتها ما فكرت المن راح تأذي؟ طبعا هو أنا ما علقت على شغلة، يمكن هو حطها بباب محل، يعني الأولى أكو تايارات أكو شيء الله أعلم، لانه المكان يم مختلفات، اكو وحده انفتحت الباب اليسرى اكو وحده انفتحت الباب اليمنى، يعني حط اثنين مو وحده. فهذا ما اشتغل بيومها انه انت المره راح تاذي. عندنا اتصال محمد جاسم من البصره. السلام. بصره الفيحاء، حياك الله. السلام عليكم يا صقر الدين. عليك السلام والرحمه والاكرام. استاذ اذن البارحه طبعا صدعوا روسنا بهاي اللسته مالتهم مال عادل زويه وكله وكل وكل يعني، وانا حسب ما تابعت التقرير كله 100% الصح او المدري منو، ومن ضمنها طبعا الاجهزه الامنيه. هسه انت قبل شويه ذكرت قلت هذا منو اللي يخلي هاي العبوه وبكل راحه وبكل امان وينزلها ويدير وجهه ويمشي، وبالتالي هاي تقتل الناس الابرياء. طبعا هذول هم نفسهم هم اللي موجودين بالسلطه، هم نفسهم اللي يخلون هاي العبوات يزرعوها بالشارع. من اجل شنو؟ من اجل ان يقتلون العراقيين. هم جاي يشوفون العراقيين جاي يكثرون، مثلا هسه قبل شويه طلع هذا امام حمودي يقول كل سنه يزداد عدد العراقيين. هم ودهم العراقيين يقل عددهم حتى يبقى العراق، هم يصورون هالشكل، هم مخيلتهم اي ايران تفكر لهم انه انتم لازم تسوون هالشكل حتى يعد، يعني يقل عدد العراقيين، يعني هم هيك هذا تفكيرهم. طبعا من اللي يفكر لهم؟ تفكر لهم اسياسهم ايران. زين، وذكرت انت شغله ثانيه قلت يعني هم هذول ما يهمهم. يا استاذ أهل رحم الوالدك، والله العظيم ما يهمهم العراق يموت ولا يعيش ولا يتمرض ولا اي شيء يصير بيه. هذول ما جايين، وانا يمكن سبق وما هم قلت ما جايين من اجل العراق والعراقيين. هذول يبرون العراق انه بس ياخذون من عنده ما ينطوا، ما يهمهم ينقتل العراقي، يتمرض العراقي، شو يصير بالعراقي، هذا شيء ثانوي يعتبروا هم. زين، المهم هم عايشين هم وعوائلهم، هذا اللي هم يفكرون به. زين، سؤال ثاني، يعني هاي الاجهزه الامنيه انتم سنويا شقد جاي يصرفون عليها اموال؟ وجاي يصرفون عليها بالمليارات. زين غير تؤدون واجبكم طبعا بصوره صحيحه، اذا كان اكو سلطه حقيقيه تؤدي واجبها بصوره صحيحه، بس هذول مو سلطه حقيقيه، هذول سلطه جايين ينتقمون من العراقيين
وللاسف احنا ذنبنا لانهم لان احنا عراقيين، لان احنا عراقيين جاي يسوون بنا هالشكل. وهذا الشعب العراقي يبقى نايم، يبقى نايم، كل شيء ما يدري بالدنيا، طشت ولا رشت، كل اللي جاي يصير بينا ها. وهم الجماعه اقصد يعني احنا العراقيين بصراحه متبرجين، وهاي الناس خطيه اللي جاي تطلع مظاهرات، يعني نسبتها مو ذيك النسبه، يعني حد يعني قليله، والله العظيم قليله. يعني ابسط شغله محافظة البصره، احنا عدد نفوسنا 4 مليون، اذا تجمع المتظاهرين بالبصره ما بيهم 500 واحد، زين هذا شنو يثبت انه احنا ضد هاي الحكومه الظالمه؟ مو انتوا جاي يشوفون بعيونكم، جاي يقتلون بينا، جاي يجوعونا، جاي يمرضونا، جاي ماكو لا خدمات لا كذا لا، يعني الى متى هذا السكوت؟ الى متى هذا السكوت يا عراقيين، يا اهل البصره، يا اهل المحافظات الجنوب والغربيه؟ انتبهوا شويه، اصحوا من هذا النوم مالكم. يعني احنا نظل نايمين الى متى؟ الى متى؟ الى متى؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام والرحمه والاكرام. يعني معاناه اهلنا بالجنوب يا اخ محمد معروفة للجميع. يعني هذول أنا ما سميهم حكومة، هذول سلطة، مثل ما أنت قلت سلطة سلطوهم علينا، اللي ما يخافون رب العالمين، اللي هم الأمريكان وإيران. لكن هم دمروا المحافظات، هم بداية أسسوا إلى شيء اسمه طائفية، وأسسوا إلى شيء التفرقة ما بين الشيعة والسنة، لأن احنا ما كنا نفكر بهذا الشيء، ولا كان أكو عراقي يفكر أنه أكو فرق ما بين سني وشيعي. هم أسسوا هذا الشيء، أكبر إنجاز إلى نور المالكي وحكومات نور المالكي هي الطائفية والحرب الطائفية اللي صارت بالفترة اللي هو كان بها رئيس وزراء. لكن هم يقولون إحنا البيت الشيعي بالعملية السياسية، هم يسمون روحهم هيجي. هم دمروا المحافظات السنية ودمروا أهلنا بالجنوب، مو بالبناء ولا بالمدن اللي دمروها، مثل ما دمروا فوق بالشمال بالموصل ولا صلاح الدين ولا الأنبار ولا ديالى. لا، هم دمروا أهلنا بالجنوب بالخدمات اللي ماكو. يعني البصرة، أنت حضرتك من البصرة، درجة حرارة بها كل العراق يعرف أنه أعلى درجة حرارة في محافظة البصرة، وكهرباء ماكو. الله يعين المواطن هناك، فالله يعينكم وإن شاء الله يا ربي ترفع الغمة عنكم. أبو مصطفى من السويد حياك الله. عليكم أخ رفل. عليك السلام والرحمة. تحية لك وتحية لقناة الرافدين. يسلمك ربي. الله يسلمك أخي. والله يا أستاذ رفل، يعني التمنين أسكن ثلاثة والحد الآن يعني 16 سنة ماكو دولة. نعم. يعني هذول الرئيس الوزراء يعني شكل هيك بس قاعدين. فالأمريكان جابوا هذول اللي بأوروبا. نعم. وين ماكو حشا السامع سافل وساقط جابوهم. نعم. كلهم. ما جابوا واحد شريف. لا سني لا شيعي لا كردي، كلهم جابوهم سرسرية حشا السامع. جابوهم مجرمين. ومن جوي هذول المجرمين جابوا شاكو. إيش أكو واحد مجرم كان بالعراق؟ إيش أكو كان واحد عنده مشاكل جابوهم؟ هذول الميليشيات هي اليوم فوق 60 ميليشيا أكو موجودة بالعراق أبو أخرطل. نعم. أخطر ميليشيا هي عندنا بالعراق العصائب أهل الباطل وبدر، هذول الاثنين. هذول سيكتب التاريخ عن الاستسلابات المرجعية اللي حكموا العراق. انهارت فيه الأخلاق والقيم والتعليم، وتفشت بها الأمراض والمخدرات والأمية، وجعلوا العراق أسوأ بلد بالعالم، ويحكمون العراق اليوم إصابات. والله تابع لإيران، دمروا كل شيء بالعراق. زين، فوالله العظيم يا أخ رفل تريد تحشي عليهم قليل. زين، فهذولا إن شاء الله نهايتهم إن شاء الله نقول قريبة، إن شاء الله نقول قريبة. وأنا أشكرك ما أطيل عليك أخ رفل. شكرا 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 لك أبو مصطفى. سعد من الكويت حياك الله يا أخ سعد. ياك الله والدوم يا نمر العراق يا أستاذي. الأمن والأمان حق وطني، حق قانوني. نعم. ومن ضمن أمانة وطن ودولة ومجتمع. نعم. وكذلك يا أستاذي أريدك تستمع لرأيي الحر الثمين، وكذلك يا أستاذي من قام بالجرم قد يكون متعاطي يا أستاذي. نعم. وآخر الكلام تحية لك ولأبو زكريا وأم زهار وأم زمزم، تحياتي لك وللقناة. حياك الله أخ سعد، ورأيك محفوظ ونسمعه، وش وقت ما تريد اتصل وقول اللي بقلبك. بس أنا أطلب من الأخ المخرج الفيديو اللي بيه الجكسارة اللي دا يحط بيه الأبوات، أتمنى يطلع، لأنه أكو قضية أريد أنبه إلها. أنه لما فتح الباب هسه هنا، إذا تلاحظون الباب الورا اليمنى مفتوح،
وواقف هو براس فرع او باب محل الله اعلم، زين على راحته، نزل حط العلاقه ما قعدت صح عدلها، راح ركب ومشي. راح تتغير الصوره، تغيرت الصوره، شارع ثاني وقفت السياره، انفتح الباب اليسرى لورا، ديكه كانت اليمنى، هسه من اليسرى راح ينزل، نزل، لا والله فتح الباب الامامي، نزل اخونا بالله حطها ركب شغل سيارته وراح. اذا بهذا الفيديو هو مو وحده حط، وحط اثنين، واذا لاحظتوا الثانيه اللي حطها على الدرج بمكان يعني بمكان عبور الناس، يعني اريد اساله انت ما حطيتها هنا المره تفجر؟ مو هذا منطقه عبور، الناس تجي تصعد الدرجه تتوصل للشارع العام حتى تعبر. ولما تفجرت اليوم بالكوستر المن فجرت؟ سعد من بابل، حياك الله اخ سعد. سعد انقطع الاتصال ويانا من العاصمه العراقيه الحبيبه بغداد. ام زمزم حياك الله. تحياتنا لحضرتك استاذ افل، وتحياتنا لكادر القناه، وتحياتنا لكل عراقي شريف. حياك الله. تفضل استاذ افل. ما يخص كركوك، نعم. طبعا هسه حاليا اكو اختلاف بين حكومه العصابات الموجوده في بغداد، نعم. وما بين الاكراد. طبعا هي لو ترجع على عبد المهدي ينفذ الاكراد كل شيء ويسلمهم كركوك، لكن الاحزاب الموجوده في بغداد ما تقبل تعطي كركوك. طبعا الموضوع الى اذا الشغله منو الى مصلحه في هذا التفجير؟ جماعة الأكراد يريدون أن يدخلون البيشمركة إلى كركوك. البيشمركة يريدون يدخلوهم إلى كركوك، لكن بعض الأحزاب الموجودة في بغداد ما تقبل. ليش؟ بإعاز من إيران. شنو السبب؟ الموضوع إلى خلفيات أستاذ أفل، إلى خلفياته. تذكر حضرتك من سلموا الموصل لتنظيم الدولة بحكومة نور المالكي، من أمر الجيش أن ينسحبوا من الموصل وسلمها لتنظيم الدولة. وبوقتها سلم نور المالكي وحكومة نور المالكي سلموا كركوك للأكراد، يعني شلون الهدية لهم، هدية لهم. فمن سلمهم إياه منو أخذها؟ أخذ الاتحاد الوطني الكردستاني ودخل البيشمركة فيها. ونجم الدين كريم محافظ كركوك قام يحكم بالحديد والنار. طبعا قام يجيب من كل حد وصل، يجيب حتى اكراد سوريا جابهم الكركوك وعطاهم الجنسيه الكرديه وسكنهم في كركوك، وبدا يحارب العرب. استاذ افل حتى نجم الدين كريم كان اي عربي من اهل الحويجه من اهل كركوك بيجي طفل حتى جنسيه تصور استاذ ما كان ينطي جنسيه، ما ينطي، بالاضافه الى الامور الماديه اللي تخصه اللي ظهرت عليه. ف صار شغله اللي قام به مسعود مال من سوى، نعم، من راجي ياخذ يعني يفصل من هذا مثل ما يقولون الاستفتاء الساد، الاستفتاء، نعم، اللي سواه مسعود تذكر حضرتك استفتاء الانفصال. فمن نعم الو وياك استفتاء الانفصال تفضلي. نعم اي من سوى الاستفتاء سواه سيد مسعود امر اني حتى كركوك دخلها بالاستفتاء. استاذ من دخل كركوك بالاستفتاء هذا الشيء ما يصرف الايران ولا يصرف التركية ولا يصرف السوري. ليش؟ لان اذا سوى استفتاء يعني ام زمزم هسه يعني اللي افتهمه اللي تردين تقولي انه الكراد وراء هاي التفجيرات اللي تصير بمحافظه التاميم. استاذ احنا نشوف منو الى مصلحه بالموضوع، يعني ما اتهم احد، بس منو الى مصلحه استاذ؟ منو الى مصلحه؟ الاكراد وخاصه الاتحاد الوطني الكردستاني يريد بايديه ورجليه يدخل البيشمركه الى كركوك. انا شرحت لك الموقف استاذ، شرحت لك الموضوع الى خلفياته، يعني بوقتها كلهم صاروا ضده،
ايران، ايران ما قبلت، ووقتها طلعت آلة طلباني وانسحبوا البشمرد من كركوك وزعلوا اهالي كركوك وخاصه اكراد كركوك، وظهرت آلة طلباني بالتلفزيون وقالت الجنرال قاسم سليماني اجانا عايزين بوفاه الطلباني، وقال لنا قنعنا وانسحبنا بوقتها. حتى الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني زعلوا عليها وحتى طردوها، يعني حتى بالانتخابات ما دخلت ويا جماعتها، دخلت ويا بغداد ويا جماعه بغداد بواسطه من قاسم سليمان. هاي هذا موضوع. فبعدين رادوا يرضوهم، سووا رئيس الجمهوريه من عندهم، تعرف رئيس الجمهوريه، سووا من عندهم في سبيل يرضوهم. هنا الموضوع هسه، هم هسه الكران يريدون كركوك، وحتى يعني هذا ذاك اليوم التعداد اللي سووه كله يعني مزور، استاذ كله مزور، خلوا الاكراد هم اللي اكثر عددا بحسب بالمجلس، مجلس كركوك، مجلس المحلي مال كركوك، بس الاكراد عددهم اكثر الكل، ويريدون المحافظ من عندهم. فهذا الموضوع استاذ. نعم، شكرا لك ام زمزم. انت تقولين على التعداد اللي سواه بمحافظه التاميم انه غيروا النسب وخلوا الاكراد اكثر شيء. بول بريمر لما اجى الى العراق نطى نسبه معينه، هاي النسبه اللي نطاها هي اللي تصير حاليا بالعراق. نسب التعداد او نسب الطوائف، خلينا نقول مثل ما هم يسموها، بول بريمر واحد امريكي مشى في العراق بحياته، اجى حاكم مدني على راس قوه الاحتلال، نطى نسب من عنده ما اعرف منين جابها. اللي دا يصير حاليا بالعراق هو تغيير ديموغرافي حتى يثبتون هاي النسب اللي قالها بول بريمر. منو نطاها اياه؟ اكيد اللي جوي وياه. منو اللي جوي وياه؟ اكيد اللي دا يحكمون هسه. رجع لنا سعد من بابل، حياك الله يا اخ سعد. سعد، السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام. الرحمه والغفران للشيخ الظاري، حياك الله يرحم والديك. استاذ رفل، احنا نريد نشخص المشكله يعني من الاساس. نعم، ناقشها من الاساس. يعني هم دول، يعني احنا قناتكم احنا نسمعها يعني من الصغر لحد الان. نعم، قناة وطنية وشريفة وتعيش بالهم العراقي. احنا عايشين بالداخل، المفروض يعني ما نضل بس ننتقد بالفيس ونوجه ونخترع واقتراحات وهاي، ولا يعني وصلت حدها يعني. يعني احنا المفروض ننظم نفسنا لتنظيم، يعني تنظيم مو بس يعني طرح افكاره. يعني تنظيم شلون؟ الحل شنو برايك اخ سعد؟ ما يعرف غير بس القوة والسلاح. الحل شنو؟ هم يعني هم اجوا على الدبابة الأمريكية. نعم. ناس هم اجوا على الدبابة الأمريكية، ما عندهم شجاعة. هو بس الجبان واللي خاف من الشعب هو عندهم شجاعة، كان بقوا داخل العراق وغيروا. ليش هسه الشعب العراقي المحروم والتعبان بقى هو نفس المعاناه، وهم اللي اجوا واخذوا الامتيازات؟ احنا الى متى نبقى بس ننتقد بالفيس ونحكي ونطرح افكار؟ نعم. دول احنا على مستوى بابل، هم شنو هم دول؟ المجلس المحافظه والمحافظين دول يعني ناس ما عندهم ذره وطنيه. نعم. وما عندهم ثقافة المجتمع، ما عندهم. بس هسه الناس غير يصير عندها وعي وتتفق وتتنظم عليهم، يكافي ذي الكافي. يعني احنا الحمد لله بنوا بكل حي 50 حسينية، وطب المستشفيات فرنجة ماكو لحد الان، صيح تيارات من الذلة. ارجع اعرف الذلة شلون تصير الذلة بعد. نعم. اتمنى ذولا يعني المحلليكم وذولا الناس الوطنيين، دكتور رافع، بهجة الكردي، ينظمون الناس. يعني اكو تنظيم، يسوون تنظيم داخل ذولا. خلنا هاي الشرذمه للعامري ورفعه، وذولا هاي الزبايل حلال الفتلاوي، بس واحد خلينا ظننا ابو صادق الحلي، ايش
شكت كل من عالم صار قبل الفرار وصفاير قيادي ببابل. إلى متى سنت يا إحنا؟ إحنا عملنا هسه فيكم. نعم. إحنا عملنا هسه في الانقلاب الرافدين والمعارضة. نعم. شكراً شكراً لك أخ سعد. أم عبد الله من بغداد، حياك الله أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام والرحمة والإكرام. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وكل العراق الشريف ولندا مباركة ولكم الجمعة إن شاء الله على الأرض. حياك الله. أستاذ إحنا من الدمار العراقي وسقوط النظام العراقي هو كان بداية السقوط العربي ككل. نعم. كله في العراق، في سوريا، في اليمن، في ليبيا. وهشاشة الحكام العرب وموقفهم هسه اللي بيشوفه كله في سبيل تطبيع النظام الإسرائيلي. فإحنا بنشوف العراق مر بسلسلة كبيرة من الانفجارات، إذا كان في العراق وإذا كان في كركوك وإذا كان في بعض المدن الشمالية والجنوبية والوسطى، ولا كلها سببها كلها في سبيل تحقيق أهداف أجندات سياسية لا أكثر ولا أقل. نعم. أصلا الشعب ما إلى أي لا سلطة ولا عند أي حقوق بالعراق. سبق وأنه كان البرزاني كان دائما قبل الانتخابات مالته والاستفتاء أنه كان يقول أنه العراقيين ما يهنؤون بالأمن والاستقرار إلا أن يأخذ الفردي حقوقه. زين، وكان كثير من الشغلات اللي تصير في كركوك وبعض المناطق كلها سببها الأكراد في منطقة الصدر اللي كانوا الصدريين إنه تصير انفجارات كلش كبيرة وقتلوا عدد كبير من العراقيين في مدينة الصدر وكانوا يكون القبض عليهم. فعندما يحفوهم يقولون لهم رسميا يقولون إحنا من يعني بنحقق الأمن القومي لإيران وهذا متطلب من عندنا. يعني زين انه ايران ما بيصير بها انفجارات ولا بيصير بها اي شيء، ليش انه استخدموا العراق هو سبب من اسباب الفوضى الامنيه في العراق؟ ليش الدول العربيه كلها بتتفرج علينا وتشوف انه هذه القتل والتدمير اللي بيصير بالعراقيين صارت تتفرج لوش؟ يعني شنو اللي جناه العراقي؟ هسه الدنيا حاره لا فك كهرباء ولا اكو مي زين ولا الحيوان مرتاح فيه ولا الثروة الحيوانية ولا الثروة النباتية مثلا اللي موجودة في العراق. ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في العراق في الوقت الحاضر. زين بعدين انت حضرتكم البارحة كان اكو استفتاء او يعني صورة لطبيعة شغل الوزارات. زين انا اريد اعرف الحوافز اللي تنطيها وزارة النفط الى موظفيها، شنو اللي سووه الموظفين وزارة النفط حتى ينطوهم حوافز حوالي صير ترى بالسنة ينطوه 22 ورقة أرباح وينطوه شهريا 800 ألف؟ زين هاي الحوافز غير المفروض إنه هاي توزع الحوافز النفطية على العاطلين عن العمل، غير إنه أسوي شغلات اللي تأثر أو اللي تخدم الشعب العراقي؟ ليش انه نقوم بعمليه خاصه امام بغداد بتدمير الجنابر مات العاطلين والمتخرجين اللي هم بيقوموا يقدمون خدمه لعوائلهم يهجموهم ويبهدلوهم وتشوف الحاله المزريه اللي بيفسديها الشاب يقول إن اني داري يعني اني داري امطي لقمه عيش لعائلتي؟ زين المفروض هاي الفلوس اللي كلها تروح، هاي المليارات اللي تطلع الى الخارج، هاي رجال السياسه والاحزاب السياسيه. احنا كان املنا انه السيد مرتضى الصدر انه يقوم بعمليه تحسين او تغيير الموضوع خاصه بعد الانتخابات لما صارت له. فكل شيء ما شفنا، العراقي اصبح مبهدل، العراقي لا عنده حقوق ولا عنده اي حقوق يتمتع بها، الكل تعاني. أما من سرقة، أما من اغتيال، أما من اختطاف، أما سجون، أما معتقلات، الأرامل المعترات، الإنسان no, no, يعني no. إذا بينطوهم أكل وبينطوهم ما شنو حقوقهم هذول؟ يعني إحنا اللي سوينا بالعراق شنو؟
الانفجارات اخذت سيطرة جديدة بالعراقيين وكتلة عدد دمر كبير بالاضافة الى التدمير الامريكي لكل البنية التحتية من جاءت وسقطت النظام العراقي. ترى كل هذا مدروسة في سبيل انه يطبعون النظام الاسرائيلي في الدول العربية وتوافق الدول العربية والاعتراف باسرائيل. نشوف وضع الفلسطينيين في فلسطين نتيجة هاي السياسات العربية اللي كل شيء ما تتأثر على حقوق الفلسطينيين أو حقوق العرب والمسلمين. شكرا شكرا لك أم عبد الله. محمد من السماوة حياك الله يا محمد. السلام عليكم أخي أفل، تحية لك وتحية للرافدين العزيزة. تحية ودوم إن شاء الله أخوي العزيز، أنت وأهل السماوة كلكم. رحم الله والديك أخي وحبيبي. حبيب قلبي تفضل. أخي أبد كل يوم وكل ساعة نعم تحرق أعصابنا ودماؤنا من السياسيين الفاشلين. الكل يقول أنا ابن الله وأنا أحبهم وهم يعلمون أن الله يكرههم. أخي أبد قرود تتحارب على الموت وهم يعلمون أن الشجر بأيديهم، شعبا يأكل ما يجده ينتظر طرد حتى الله يأبى أن يرسله ما لم يغير ما في أنفسهم. أخي أفل لقد كان أبناء السنة ينامون في حظة وصحن الإمامين الجوادين عليهم السلام دون أن يسألهم أحد عن مذهبهم أو طائفتهم، وكذلك كان أبناء الشيعة ينامون في مساجد السنة في الموصل والرمادي وديالة ولا يسألهم أحد عن مذهبهم أو طاقتهم أو دينهم أو عقيدتهم، لأن العراق يأبى بكل الأزمات التي مر بها إلا أن يحتضن أبناءه وإلا أن تقوم على سواعد كل أبناءه. أخي أفل لأن العراق هذا النموذج الفريد بتركيبته وأشخاصه ومبانيه وبفراته وبدجلته وبجباله وبأهواره، فريد في كل شيء حتى في التركيبة الجغرافية لأرض الطيبة. هذا البلد العظيم سيبقى بإذن الله بلدا آمنا يحرسه من يمشي على أرضه من سنة وشيعة مسيحيين أو مسلمين ضمان أصحابها. أخي أفل عادة ما تكون كراسي الحكم من الكراسي العتيدة والمدعمة بكل أسباب القوة ومحاطة بعوامل من الزوال والسقوط حتى صارت مضربا للأمثال في البقاء والاستمرار، إلا أن التاريخ المعاصر ترانا كراسي اهتزت بعد أن هبت عليها العواصف الشعبية فجعلتها هشيما، وأرانا التاريخ أيضا حكاما كان البعض يعتقد أنهم أقوياء فظهروا على حقيقتهم وبأن خوائهم بعد أول طرق للشعب، وكرسي المالكي واحد من أشهر الكراسي الذي انهار وتفكك وتلاشى بين ليلة وضحاها وتبين لنا أنه أوهى من بيت العنكبوت. وفي كل الأحوال سيظل محمد بوعزيز التونسي ماثلا في الذاكرة وليس نسيا من سيا. وشكرا لك يا أخي العزيز. شكرا شكرا لك أخ محمد من السماوة. قبل ما يدركنا الوقت عندي رسائل واتساب. رسالة تقول من داخل محكمة الحلة تم إصدار الحكم بحق عراقي شهم من أهالي الحلة كريم غني طه السلامي بالسجن لمدة 9 أشهر وذلك بتهمة تطاوله على شخص السيد علي السيستاني، وعندما واجهه القاضي بالأدلة لم ينكر وسط ذهول القاضي والحضور بل أضاف إني لا أعترف بالسيستاني كمرجع لي، وإذا اعترف الفرس الإيرانيين بمرجع عراقي عربي وفتحوا له حوزة في إيران وقلدوه سوف أقلد السيستاني، وأني كشيعي أؤمن بأن العصمة فقط هي للرسول في تبليغ الرسالة السماوية لجميع الناس، وأن السيستاني شخص عادي يخطئ ويصيب ولم يقدم للعراق شيء، وفتواه الشهيرة بخصوص الجهاد الكفائي هي لحماية نفسه وأسياده في إيران. بعد ذلك حكمه القاضي بالسجن فترة 9 أشهر. ورسالة أخرى تقول أخ أفل سؤال للمرجعية،
ما المانع من أن تصدر المرجعية فتوى بمحاسبة السراق وإرجاع المال العام وفتح السجون وإخراج الأبرياء وإعادة النازحين وتوحيد الوقف الشيعي والسني بوقف واحد لأنه شعب واحد، وحل الحشد والميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة؟ وإلا سكوتك يعني أنتم شركاء في القتل والتهجير والسجون والنهب وتجارة المخدرات، أليس هذا هو الحق يا آل البيت؟ رسالة من أبو حسن يقول ليش ما يجتمع العراقيون بالملايين لزيارة ليش العراقيين يجتمعون بالملايين لزيارة الحسين والوطن ما يستحق مليونية واحدة على هذا الظلم والجور؟ أليس الوطن أقدس؟ مرحبا، السلام عليكم أستاذ أفل، تحية طيبة لك ولكادر القناة. لا توجد حكومة مسؤولة عن إدارة وأمن هذا البلد سوى عصابة مع فروعها، وهذه العصابة وجرثومة الخضراء صنيعة الاحتلال في الخضراء وفروعها ممتدة في كل المحافظات، تحرك بواسطة هذه العصابة المذكورة بتوجيه الوباء الإيراني، والمجرم قاسم سليماني هو المشرف على كل هذا الإجرام. الرسالة من شخص يقول أو موقع باسم ناصر المظلومين، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن يا أخوتي الأعزاء، المشكلة أنه العراق اليوم بثلة هي اللي قاعدة تتحكم بالأمر، مثل ما شفتوا الفيديو قبل شوية، جاك سارة ينزل منها واحد يحط عبوة ناسفة. إلى متى راح يظل الشعب العراقي ساكت على هذا الظلم؟ المتصلين أكدوا على هذا الشيء، الجواب يمكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة أخرى بنفس الموعد، في أمان الله.